family is a small perfumery family. My grandmother gave the recipes to my mother. My mother gave the recipes to me. So it's like going from generation to generation. Like my grandmother had it from her mother. الورد الطائفي يستخدمونه عيايزنا والحريم الكبار بعد الدخول يحطونه في ملابسهم لأنه يقعد مال 10 أيام 12 يوم في الملابس. وعادة ما يخلطونه ويا شيء لأنه عطر وايد قوي، فحتى لو خلطيه ويا دهن عود يطلع وايد وايد قوي، يطغى على دهن العود. هاي الغرشة فيها 5 تولات، فأنا تقريبا بسوي 3 تولات للمسك وتولتين للعود الأبيض. طبعا الحين حن نخلط شوي العود الأبيض ويا المسك. وعادة يعني يدتي وأمي يحطون مسك وايد، كانت دايما يدتي ترسل لأمي هالعطور بالذات لأنها خفيفة وحلوة. أحيانا لو نبغى نخفف عطر الماء يخرب العطر، بس مثلا نحط شوي على ايدينا نشوف كيف بيطلع لو أخف ويا ماي ورد. It's a family tradition, so I'm going to teach you how are you going to do traditional perfumes with a modern way, because I can't really keep up with my grandmother. So we're going to start with the sachets. رائع. هذول هلا اولادي يعملوهم. انا عملت هاي، زدت عليها شويه عطر بس اوكي حلو. هاي بعدين من بخور استخدمت مسك وعطر فقط، يعني المسك هذا هو المسك، حطينا بودره وحطينا عطر وخلطناه مع بعض. انا مستمتعه جدا انه عيالي عم يشوفوا شيء جديد ومستمتعين بهذا المكان. سوينا العطور وعم نعمل اشكال متنوعه من العطور. عملنا 2 وهلا رح نبدا بالثالث. It's my first time at Warehouse 421 actually. We made little sachet, perfume sachets, and also the burning the oud to burn and release the fragrance as well. This one, I've actually tried some different or some new scents I'm not really familiar with. So I added saffron and a little bit of oud and a little bit of, I'm just trying to think what the other one was. Euphoria, that's the other one. I mean, all the flavours smell nice individually, so it's interesting when they all come together and it blends into something different but still good. هيك شغلات بتخلي الولد افقه اكبر ويفهم بالحياه اكثر ويستمتع بالحياه اساسا، بشعر انه الحياه حلوه مش معقده ومشاكل وقصص، الحياه حلوه فيها عطر وريحه طيبه.